السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا متابعين قناة منوعات جريئة، قناتنا ثقافية سياسية رياضية فنية اجتماعية، قناة لكل الناس ومن الناس ولأجل الناس، قناة للأسرة المصرية، قناة لتعرف كل ما هو جديد وعشان تشجعني دايما وعشان أنا ألقي استحسانكم وعشان أنزل لكم كل ما هو جديد. يا ريت إنك أنت تشترك بالقناة وتفعل الجرس. الموضوع النهاردة هيتكلم معانا عن الموضوع عن الفنان عادل إمام. الفنان عادل امام كسرت الشائعات في الفتره الاخيره في اليومين اللي فاتوا انه عادل امام يعاني من حاله الزهايمر، وانه ناس كتيره بيقولوا ان هو اصبح ان هو مش فاكر ناس، وان هو دلوقتي انه صحته متوتره، وفي اشاعات كتير طلعت، وطلع اخو الفنان عادل امام ونفى الكلام ده، وطلع ابنه ونفى الكلام ده، وقالوا انه الفنان عادل امام خلال الفتره الجايه هيعمل مسلسل مع محمد امام، وهيبقى اسم المسلسل الواد وابوه، او فيلم مع محمد امام اسمه الواد وابوه. كل القصه اللي هقدر اقول ان احنا اصبحت السوشيال ميديا تدخلات في حياه شخصيه للافراد. يا ريت ان احنا الفتره الجايه ان السوشيال ميديا تصبح مفيده لا تصبح ضاره. للاسف دلوقتي السوشيال ميديا اصبحت تدخلات في حياه الافراد، واصبحت في صحتهم ايه واخبارهم ايه ودنيتهم ايه، وده عنده زهايمر وده ما عندهوش زهايمر. للاسف الهدف بتاع السوشيال ميديا او هدف الفيسبوك والكلام ده كان مش الهدف ده الاساسي. يا ريت ان احنا بالسوشيال ميديا ان احنا ما تبقاش في باب التدخل في حياة النجوم او حياة الرياضيين او حياتنا الشخصية. انا ما بتكلمش على حياة النجوم عامة، انما احنا بتكلم على الحياة الشخصية. للأسف السوشيال ميديا اصبحت مطلعانا على الحياة الشخصية للنجوم. يا ريت ان هي جميع الناس اللي بتنقل جميع الاخبار واصبحت مصدر للشائعات، يا ريت الناس اللي هي اللي بتعمل جميع الاخبار ومصدر الشائعات انهم يتوقفوا على هذه الشائعات، وانه الفترة الجاية نشوف شكل جديد للسوشيال ميديا، شكل مفيد للسوشيال ميديا، شكل يديك الانبساط ويديك الطمأنينة ويديك مدى الاريحية انك انت تتكلم على الموضوع اللي انت عايزه. انما دلوقتي للأسف بقينا ان هو السوشيال ميديا بقى عالم غريب، عالم غير سوي، عالم تدخل في الحياة الشخصية للنجوم. فأتمنى ان المرحلة الجاية ان السوشيال ميديا ما تبقاش مقتصرة على التدخل في الحياة الشخصية وعن الكلام ده كله. وعشان تدعمني دايما وعشان انا القى استحسانكم وعشان انا اتشجع وانزل فيديوهات، يا ريت انك انت تشترك بالقناة وتفعل الجرس. ومع تحياتي وتحيات أسرة قناة منوعات جريئة، يا ريت انك انت لايك وشير للقناة. مع تحياتي منوعات جريئة.